أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما. وقالت شركة طيران الخليج في بيان لها إن الشركتين ستعملان على توسيع عملياتهما إقليميا وعالميا من خلال مشاركة الرمز وتوفير الضيافة العربية الأصيلة المميزة لضيوفهما، فضلا عن منحهم خيارات أكبر من المحطات المحلية في السعودية والأخرى الدولية عبر شبكة المحطات الخاصة بالشركتين. وأوضح البيان أن اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الخليج والخطوط السعودية تعد بمثابة حجر الزاوية في جهود التعاون التجاري بين الجانبين، كما تجسد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين.